الاكزرسيس الاول هو هدف لا شيمي، غادي تقراوه وغادي نمشيو لا كوريكسيون. السؤال الاول: دريسي لو تابلو دافونسمون دو سات رياكسيون شيميك. هما عطاونا اصلا المعادله كاينه، فقط غادي نهزوها ونحطوها في هاد البلاصه. بالنسبه لهاد لو رياكتيف عندو لا كونتيتي دو ماتير ان زيرو، غادي نحطوها لانه ما عطاوناش عدد، غادي نحطو غير ان زيرو. والاخر هذا عندو تا هو لا كونتيتي دو ماتير، وغادي نديرو سي زيرو فوا في زيرو لانه هو كيتواجد في واحد لا سوليسيون، وهاديك لا سوليسيون عطاونا لا كونسونطراسيون ديالها ولا فوليم ديالها. غنديرو سي زيرو فوا في زيرو، وبالنسبه لهادو غنديرو صفر صفر لانه باز انكور فورمي في ليتا انيسيال. في ليتا انترميدير راكم عارفين شنو غادي ديرو، ها هي النتيجه. وليتا فينال حتى هي نفس الشيء. هذا هو تابلو دافونسمون. غادي نشوفو السؤال الثاني: مونتري كو لا كونديكتونس دي ميلونج رياكسيونيل سيكري سو لا فورم. لا كونديكتونس نورمالمون عندها علاقه بلا كونديكتيفيتي، جي كتساوي كا فوا سيغما، هاد كا هي لا كونستونت دو لا سولول، يعني كيعطيوها ولا غادي تحسبها ماشي مشكل. وهاد سيغما شنو هي؟ سيغما هي اللي عندها علاقه بلي لاندا و لي كونسونطراسيون ديال لي زيون. اذا شنو غادي نبدل هنا في نظركم؟ كا ما عندي ما ندير ليها، ولكن هاد سيغما ممكن نجبد ليكسبريسيون ديالها. وبالتالي باش نعرف ليكسبريسيون ديال سيغما خصني نعرف شنو هما لي زيون اللي عندي في لو ميلونج. وما ننساوش واحد القضيه، هي انه قال لك في واحد لاضات تي، يعني ماشي في ليطا انيسيال، وبالتالي غادي تمشي لي دوني. عندنا المعادله فيها هاد ليون وفيها هذا، لانه هذا في الاول كون قالوا لنا في ليطا انيسيال هذا ما غنديروش، ولكن في واحد لاضات تي راه هذا كيتكون. وبالنسبه للاش اومون راه كاين، وما ننساوش ندخلو هذا تا هو هادي نابليس، لانه كاين في لا سوليسيون مع اش او موان، يعني بجوج بهم كاينين في لا سوليسيون، غير هو هذا ما تفاعلش، ولكن واخا ما تفاعلش راه كاين في لو ميليو. دابا غادي نعوضو. بالنسبه للجي كنخليوها وكنديرو تساوي كا، كا كنخليوها. بالنسبه للسيغما كنغيروها، كنديرو ليكسبريسيون ديالها دلاله لي لاندا مع لي كونسونطراسيون. قلنا بلي عندنا ثلاثه ديال لي زيون، كاين هذا وكاين هذا وكاين هذا، يعني كنديرو لاندا ديال اش او موان فوا التركيز ديالو زائد لاندا ديال هذا فوا التركيز ديالو زائد لاندا ديال هذا فوا التركيز ديالو. هذا هو ليكسبريسيون ديال سيغما، هذا كامل. من بعد شنو غادي نديرو بالنسبه لهاد لي كونسونطراسيون؟ ما كاينينش في هاد ليكسبريسيون، اذا خصني نحيدهم. وكيفاش غادي نحيد لا كونسونطراسيون؟ خصني نمشي للطابلو دافونسمون ضروري. مثلا بالنسبه لهذا، يعني لا كونسونطراسيون ديال اش او موان كتساوي نورمالمون لا كونتيتي دو ماتير على لو فوليم، لو فوليم ديال لا سوليسيون. وبالتالي هاد اش او موان كنمشي للطابلو دافونسمون، كنمشي ليطا انترميدير، هادي هي لا كونتيتي دو ماتير ديالو، وغادي نقسمها على لو فوليم ديال لا سوليسيون اللي هو في زيرو. ونفس الشيء بالنسبه لهذا، لا كونسونطراسيون ديالو كنمشي للطابلو دافونسمون، ها هو شنو عندو؟ عندو اكس، هادي هي لا كونتيتي دو ماتير ديالو، كنقسمها حتى هي على لو فوليم. ونفس الشيء بالنسبه لان ا زائد، ولكن لا كونسونطراسيون ديال ان ا زائد ماشي من طابلو دافونسمون، حيت هو اصلا ما كيتفاعلش، يعني لا كونسونطراسيون اللي عنده في الاول هي اللي غادي تبقى. وكانت عنده لا كونسونطراسيون سي زيرو ديال ديك لا سوليسيون فاش كان في الاول، يعني هذا غادي نديرو نيشان سي زيرو، ولكن هذا قلنا غادي نديرو اكس على في زيرو، وهذا غادي نديرو سي زيرو في زيرو ناقص اكس على في زيرو، داكشي اللي غادي ندير. هاهما دابا غادي نعوضوهم هنايا في هاد البلاصه، وبالتالي غادي تولي جي كتساوي كا في هاد الشيء كامل. من بعد شنو غادي دير؟ غادي تمشي لهاد ليكسبريسيون بالضبط هادي، غادي تقسمها، غتولي سي زيرو في زيرو على في زيرو، وغادير ناقص اكس على في زيرو، ولا درتي سي زيرو في زيرو على في زيرو كتختزل في زيرو، غادي تبقى لك غير سي زيرو ناقص اكس على في زيرو، وهادو غادي تخليهم كيف ما هما، يعني ما تقيس والو. ها هي النتيجه، وغادي تنشر غير هادشي اللي كاين في الداخل، يعني غادي دير لاندا ديال اش ديال اش او موان فوا سي زيرو، ها هي، وغادير ناقص اكس على في زيرو مضروبه في لاندا ديال اش او موان، يعني غتنشر غير هاد ليكسبريسيون بوحدها، وهادشي كامل غادي تخليه كيف ما هو. ومن بعد غادي تلاحظ باللي كاينه سي زيرو كاينه هنا وكاينه هنا، يعني مشتركه. وبالنسبه لهنا كاينه اكس على في زيرو، هنا كاينه اكس على في زيرو، يعني هاد الجوج اللي درت بالزرق غادي تعملهم. ها هي عملت بالسي زيرو،
وبقات لي لاندا ديالي نابليس ها هي، وهنا بقات لاندا ديال اش او موان ها هي. وبالنسبه لهاد الجوج الاخرين غادي نعمل باكس على في زيرو، ها هي اكس على في زيرو، وهنا بقات لاندا ديال هاد الايون ها هي، وهنا بقات واحد الناقص ها هي، وهنا لاندا ديال اش او موان. صافي، دونك هذا هو ليكسبريسيون. نحيدو هاد الاقواس، الا حيدنا هاد الاقواس شنو غادي يولي؟ غادي تدخل كا فوا اكس على في زيرو، ها هي كا على في زيرو، وديك اكس ها هي جبناها هنا، زائد كا فوا سي زيرو فوا هادشي، ها هي كا فوا سي زيرو فوا هادشي. دونك هذا هو ليكسبريسيون اللي طالبين. غادي نمشيو لا كيسيون 4. اون سي دون دو لا فيغور واحد ديتيرميني لا فالور دو كا او مليمتر انسي كو سيل دو سي زيرو او مول بار لتر. يعني غادي نجبدو كا لا كونستونت دو لا سولول، وغادي نجبدو سي زيرو لا كونسونطراسيون من هاد لا فيغور. كيفاش غادي نديرو في نظركم؟ هنا عندي اكس وهنا عندي جي، وهما طالبين ك مع سي زيرو، اذا ضروري خصني نستعمل هذيك ليكسبريسيون بريسيدون، هذيك اللي درنا الديمونستراسيون ديالها. غادي نحطوها، غادي نديرو اون ونحطوها، ومن هاد المبيان هذا كنلاحظو كاين هنا جي في محور الاراتيب وهنا اكس في محور الافاصيل، بمعنى انه هاد جي كتكتب على شكل A فوا إكس زائد بي، دالة تألفية، لأنه هنا كاين أصلا إكس، إكس ديال لا كونتيتي دو ماتيير ماشي إكس ديال المات. ها هي درنا A فوا إكس زائد بي، هاد بي كيعني الأرتو بعند الأصل. أوكي، دابا شنو كنلاحظو؟ عندنا جي كتكتب على شكل شي حاجة، هاد الحاجة كلها فوا إكس زائد هاد الحاجة. إذا شنو غنستنتجو؟ غنستنتجو أنو هاد الحاجة كلها، هاد ليكسبريسيون راه هي A، لانه كاين هنا ا فوا اكس وهنا كاين شي حاجه فوا اكس، اذا هاد الحاجه كلها هي ا، وبالنسبه لهذه اللي بقات هي بي. صافي، من بعد غادي نمشيو دابا للميبيان باش نجبدو ا ونجبدو بي، ومن بعد غادي نديرو هاد ليكسبريسيون كتساوي لا فالور ديال ا، وهاد ليكسبريسيون كتساوي لا فالور ديال بي. اذا غنمشيو نجبدو ا هي الاولى. كيفاش كنديرو؟ كنديرو ا كتساوي، كنديرو الكسر، كنختارو جوج النقاط، انا غنختار هاد الجوج هادي وهادي، كندير فرق الاسبوعين على فرق الاصولين. الارتوب ديال هادي شحال؟ هو جوج ونص، لانه هنا النص واحد، واحد ونص، جوج، جوج ونص. وبالنسبه للارتوب ديال هادي كيجي هنا بالضبط، وخصني نعرف انه كل مربع صغير فيه 0.1، لانه من هنا حتى لهنا كاينين 5 وكاينه 0.5، يعني هنا 0.5، هنا واحد، هنا واحد ونص، يعني هي 1.6 هنايا، يعني غنديرو ناقص 1.6. وفي المقام كنديرو الافاصيل ديال هاد النقاط، الافصول ديال هادي صفر باين، غتنزل نيشان غتلقى صفر، والافصول ديال هادي تا هو باين، هو 1.2 هنايا، اذا غادي دير صفر ناقص 1.2، وهنا ضربت في 10 ونص ناقص 3. علاش؟ لانه عندي هنا ميلي مول، وشي واحد غادي يقول استاذ راه حتى هنايا كاينه ميلي سيمنز، خصنا حتى هنا نضربو في 10 ناقص 3 مزيان الا بغيتي ديرها مزيان. ضربت هذا الشيء في 10 ناقص 3، ولكن النتيجه داك الشيء اللي غادي يخرج لك خصك ترد البال للوحده اللي غادي تحط. انا دابا خليت هذه بميلي سيمنز، وهذا الشيء اللي لتحت درته في 10 ناقص 3 باش نحولو للمول، غادي نحسب خرجت لي ناقص 750، ودرت ميلي سيمنز على المول. الا كنتي نتا داير هادشي اللي الفوق ضربتيه حتى هو في 10 ناقص 3، راه غتخرج لك سيمنز على المول، ولكن ماشي هاد لا فالور، غادي تخرج لك 0.75. ماشي مشكل، كلهم راه صحاح، لانه هما ما عطاوناش واحد ليكسبريسيون غادي نوصلوا ليها، فقط كنقلبوا على لا فالور ديال ا باش نعوضوها، ولا فالور ديال بي باش نعوضوها، وديك الساعات كنديروا التحويلات اللي بغينا. وبالنسبه لبي، هاد بي هادي شحال كتساوي؟ الارتب عند الاصل، ها هو الاصل، وكنطلعوا باش نلقاو الارتوب. الارتوب هو هذا، هاد النقطة، يعني 2.5 ميلي سيمنز، تا هي الا بغيتي تحولها لسيمنز ضربها في 10 ناقص 3. اللي كيهمنا هو انه هاد ليكسبريسيون كلها كتساوي هاد لا فالور، وهاد ليكسبريسيون كلها كتساوي هاد لا فالور بي. صافي، هادشي اللي غادي ندير. انا غنديرهم هنا، ديك ليكسبريسيون الاولى كتساوي ا، وألقينا فيها ناقص 750 ميلي سيمنز على المول، هنا حولتها لسيمنز قسمتها على 1000، عطاتني 0.75 سيمنز على المول، ودرت ديك ليكسبريسيون بي كتساوي 2.5. صافي، داكشي اللي درت. من بعد غادي نجبدو كا من هنا، غنجبدو كا. كيفاش؟ غادي نهزو هاد في زيرو، غنديوها لهنا،
وغادي نقسمو على هاد لي لاندا. صافي داكشي اللي غنديرو نعوض، ناقص 0.75 ها هي بالنسبة للفيزرو فيه 200 مليليتر، خصنا ضروري نديروه بالمتر كوب. علاش؟ لأنه هاد لي لاندا اللي كاينين في المقام كاينين بالسيمنس هو المتر مربع، يعني ضروري خص هذاك الفوليوم يكون بالمتر كوب باش يكون الاختزال. إذا غندير في 200 × 10^6، وهاد لي لاندا كنحطهم هما راه كاينين في الجدول. صافي غادي تحسب وغادي تلقى 0.103 متر، وهما طالبين في السؤال باش نديروها بالمليمتر. إذا غتاخد هادي وتضربها في 1000، صافي هي النتيجة. وغادي نمشيو دابا نجبدو السي زيرو، لقينا كا، وهادشي أصلا راه كاين في المعطيات وهذا راه عدد، وبالتالي إلا بغينا السي زيرو شنو غنديرو؟ غادي نجيبو هاد كا كاف وهاد لي لندن نجيبهم من تحت هنايا، صافي وكنعوض. داكشي اللي درت بالنسبة لجوجونس خليتها ميلي سيمنز، وهاد كا كا فواحد لي لندن هما اللي غيكونوا في المقام. كا شحال فيها؟ فيها 10.3 مليمتر، هادي خليتها بميلي سيمنز، وهاد 10.3 خليتها بالمليمتر. إلا بغيتي نتا غضرب هنا في 10^3 وتضرب هنا في 10^3 هي والو بحال بحال. وكندير سميتو لامدا ديالي ان ابليس زائد لامدا ديال اش او ها هما، وغادي نحسب غادي نلقى 9.74 مول باغ متر كوب. مول على المتر كوب تو سامبلومون لانه ما عنديش هنايا الليتر نهائيا، عندي غير المتر، كاين هنا مليمتر وهنا كاين في لي لامدا كاين المتر كاري. المهم غادي تخرج لا كونسونطراسيون بالمول على المتر كوب. الا بغيتي تحولها للمول على الليتر غادي تضربها في 10^3. ثم غادي نشوفو La question 5. Déterminer la valeur de l'avancement de cette réaction à la date T1 qui est 16 minutes. عندك هنا جي وهما بغاو لافونسمون، اذا خصك ضروري تعرف العلاقه بين جي ولافونسمون. راه ديجا لقيناها، لقينا باللي جي كتساوي ا فوا اكس زائد بي، ولقينا في ا هي ناقص 750، ولقينا في بي 2.5. هادي باش تفهموا شنو كندير، ها هي هادي جي كتساوي ا اكس زائد بي، و ا لقينا فيها ناقص 750 و بي لقينا فيها جوج ونص. داكشي اللي درت هنا، يعني فقط غادي ناخدو ديك ليكسبريسيون الاولى ونخدمو بيها، ومن هنا غادي تجبد اكس، غادي تلقى اكس كتساوي 2.5 ناقص جي مقسومة على 750. دابا عاد غادي نخدمو بهاد لا دات تي واحد كتساوي 16 المينوت. اشنو غادي نديرو؟ غادي نمشيو لا دات تي واحد كتساوي 16 المينوت، وغادي نجبدو جي زعما جي في هاد لاداط ونحطوها هنا. عندي هنا 10 وعندي 5 المربعات، بمعنى كل مربع صغير فيه جوج، يعني هنا 10 هنا 12 هنا 14 هنا 16، ها هي 16 المينوت. غادي دير لي سقاط وغتلقى واحد النقطة هادي، وغتعاود دير لها لي سقاط هنا، شحال غادي تلقى هنا؟ هي 1.6، يعني غدير جوج ونص ناقص 1.6 وغتقسم على 750. هاد جوج جونس كاينه بالميلي سيمنز، وهاد 1.6 بالميلي سيمنز، وهاد 750 راه ديجا لقيناها بالميلي سيمنز على المول، وبالتالي ميلي سيمنز غادي تختزل، هادشي كامل غيبقى فيه المول. وغادي تحسب غادي تعطيك 1.2 × 10^3 مول. غادي نشوفو لا كيسيون 6. مونطري كو لا فيتاس فوليميك دو لا رياكسيون سيكري سو لا فورم. لا فيتاس فوليميك نورمالمون هي في كتساوي 1 على لو فوليم فوا دي دو اكس على دي تي. دابا خصنا نقلبو على اكس ومن بعد نديرو دي دو اكس على دي تي، وعندنا واحد ليكسبريسيون جي كتساوي هادشي كامل راه ديجا مونطري. اذا شنو غادي دير نتايا؟ غادي تاخد هاد اكس، غتجبد ليكسبريسيون ديال اكس ودير ليها الديريفي. هادي هي الخدمه ديالك. انا غنوريك واحد التقنيه، حنا بغينا دي دو اكس على دي تي، وهنا كاينه جي، اشنو غدير؟ غدير هنا بريم ديريفي، هي بريم في الماط، كنديرو جي بريم مثلا، غدير لها ديك دير لها قوس ودير لها ديك الشرطة زعما بريم. ولكن في الفيزيك كنديرو بلاص ديك بريم ديال الماط بحال دابا هادي دي دو اكس على دي تي، في الماط غنديرو غير اكس بريم. نفس الشيء، اذا غنديرو بريم لهادي اش غتولي؟ غتولي دي دو جي على دي تي. ولا درتي بريم لهادي خصك دير بريم لهاد الطرف كامل كاملو، غدير ليه بريم. وكنلاحظوا هنا عندي زائد، يعني بحال عندك واحد لا فونكسيون زائد وحده اخرى، ولا درتي لهم بريم بجوج راه كدير بريم ديال هادي زائد بريم ديال هادي. ولا درنا الديريفي ديال هاد ليكسبريسيون هادي
فيها غير لي كونستانت، لانه لاندا كونستانت، لاندا ديال هذا كونستانت، لا كونسونطراسيون كونستانت، وبالنسبه للكاتا هي كونستانت. وبالتالي الا درتي الديريفي لهادي غادي تمشي، غتعطيك صفر، غيبقى لك غير الديريفي ديال هاد ليكسبريسيون. هاد ليكسبريسيون فيه اكس هو لي فاريابل، ولكن فيه هادشي كامل كونستانت. الا كان عندك الديريفي ديال واحد لا فاريابل في واحد لا كونستانت، شنو كدير؟ كتخلي ديك لا كونستانت وكدير الديريفي ديال لا فاريابل، يعني لا كونستانت ها هي غادي نخليوها، ها هي خليتها ودرت الديريفي ديال لا فاريابل، والديريفي ديال لا فاريابل هي دي دو اكس على دي تي. صافي، حنا لقينا دابا دي دو جي على دي تي كتساوي شي حاجة فوا دي دو اكس على دي تي. دابا شنو غادي نديرو؟ غادي نجبدو دي دو اكس على دي تي. تو سامبلومون غدير دي دو اكس على دي تي تساوي هادشي اللي كاين هنا في المقام غيكون في البسط، وداكشي اللي كاين في البسط غيكون في المقام. عندك ك فوا هاد لي لاندا كانوا في البسط غادي يوليو في المقام، وفي زيرو كاينه في المقام غتولي في البسط، ودي دو جي على دي تي كتبقى. اذا هذا هو ليكسبريسيون ديال دي دو اكس على دي تي. فشنو غنديرو دابا؟ غادي نمشيو لهاد لا فيتاس، غادي ندير واحد على في، وغنحيدو هاد دي دو اكس على دي تي، وغنديرو ليكسبريسيون ديالها. هادشي اللي غادي ندير دابا ها هي، ومن بعد غتختزل في زيرو. هاد في زيرو راه هي في، راه ما عطاوها في المعطيات، قال لك في كتساوي في زيرو. صافي، ملي غتختزل غتلقى هاد ليكسبريسيون هو اللي طالبين. غادي نمشيو لا كيسيون 7. كالكولي 7 فيتاس على دات تي واحد او مول باغ لتر فوا المينوت. اذا غنديرو اون ديجا مونطرينا هادي، ودابا غنحسبو دي دو جي على دي تي. كيف العاده كنديرو دي دو جي على دي تي كتساوي، كنختارو جوج النقاط، اختاريت هادي وهادي، ودير الارتوب ديال هادي، نقيس الارتوب ديال هادي. دابا واخا غادي نشرح لكم هنا، ما غيبانوش دوك الاراتيب، غادي نخلي لكم بي دي اف في صندوق الوصف، وديك ساعات انت كتزومي في التليفون ديالك باش يبانو لك. المهم، هو الارتوب ديال هادي هو 2.15، والارتوب ديال هادي بالضبط كيعطينا 1.6، لانه قلنا هنا كل مربع صغير فيه 0.1، هنا 0.5، هنا 1، هنا 1.5، يعني هنا 1.6، وهنا بالضبط 2، وهنا 2.1، وهنا النص ديال المربع صغير، يعني غتولي 2.15. وبالنسبة للأفاصيل ديال هاد النقاط، هادي عندها الفصول 0، وهادي غدير الفصول غتلقى 16، دونك 0 ناقص 16، وغادي تحسب هداك الشي اللي غادي يخرج غيكون بالميلي سيمنس على المينوت. ثم غنديرو في كتساوي 1، هاهي 1، ك فيها 0.0103 متر، راه لقيناها. وبالنسبه لهاد لي لاندا ما عندي ما ندير ليهم، كنخليهم ما فيهم لا تحويل لا والو. وبالنسبه لهادي دي دو جي على دي تي، لقينا فيها هاد لا فالور بالميلي سيمنس على المينوت، ولكن هادي درتها بالمتر، يعني تا هادي خصها تكون بالسيمنس على المينوت، يعني ما تكونش عندي ميلي. اذا الا بغيت ندير هادي بالسيمنس غنضربها في 10^3، ها هي، وغادي تحسب، غادي تلقى هاد لا فالور. غادي نشوفو ليكزيرسيس الثاني في لاشيمي، غادي تقراو ليكزيرسيس وغادي نمشيو لا كوريكسيون. السؤال الاول، دغيسي لو تابلو دافونسمون. تابلو دافونسمون تا هو ساهل، كنحطو المعادله ديالنا وكنشوفو بالنسبه لهذا الالومنيوم شحال عنده لا كونتيتي د ماتير، عندو لا ماس 1.08، وعندو لا ماس مولير، يعني غدير 1.08 وقسمها على 27. وبالنسبه ل H3O بليس عندو لا كونسونطراسيون، حيت كاين فهاد لا سوليسيون عندو لا كونسونطراسيون سي و لو فوليم في. هادي ما عندناش لا فالور ديالها، اذا ما كاينش كيفاش تحسب. واخا عندك لو فوليم، يعني غدير غير سي فوا في، ولا درتي ديك 1.08 على 27 شنو غتعطيك؟ هادي غنديرو سي فوا في، وهنا كنديرو زيرو، وهنا زيرو، وهذا كنديرو اون نيكسي. ليطا انترميدير مع ليطا فينال ما بقيتش غادي نشرحهم، غادي نعطيكم النتيجه ديريك. ثم غادي نشوفو السؤال الثاني، ايطابليغ ليكسبريسيون دو اي غاك اون فونكسيون دو سي في اي اكس. اي غاك شنو هو اي غاك؟ اي غاك هما عطاونا التعبير ديال اي غاك، قال لك بلي اي غاك كيساوي لا كونسونطراسيون افيكتيف ديال ال 3 بليس على ديال الشروا وبليس، هما عطاوه في لي دوني. دابا شنو غنديرو حنايا؟ غادي نحيدو هاد لي كونسونطراسيون، وغادي نعوضوهم بدلالات سي و في و اكس،
وهادشي منين غنجيبو؟ غنمشيو لطابلو دافونسمون، عندك ا ال 3 بليس، ها هو لا كونسونطراسيون ديالو نورمالمون هي لا كونتيتي دو ماتير على لو فوليم، ولا كونتيتي دو ماتير اللي عندو، عندو جوج اكس في لي طان انترميديير، يعني غنديرو جوج اكس على في، وهذا تا هو نفس الشيء، عندو لا كونتيتي دو ماتير سي في ناقص 6 اكس، غادي نقسموها على لو فوليم باش تعطينا لا كونسونطراسيون. داكشي اللي درت، ها هي النتيجة، هادي جوج اكس على في، وهادي سي في ناقص 6 اكس على في، وغادي تختزل في لو فوليم، غادي يولي هي جوج اكس على سي في ناقص 6 اكس. دونك هادي هي النتيجة، وهذا هو ليكسبريسيون اللي طالبين. غادي نمشيو لا كيسيون 3، ونيكسبلواطو لو غراف ديتيرميني لو رياكتيف ليميتون. اذا كيفاش غادي دير باش تشوف هاد لو غراف وتجبد لو رياكتيف ليميتون؟ يعني مستحيل باش دير يعني بالملاحظة فقط، ضروري خصك دير واحد الخطوة. عندنا ديجا إيكغاك كيساوي لا كونسونطراسيون ديال ال 3 بليس على اش 3 بليس، وكيساوي بالضبط جوج اكس على سي في ناقص 6 اكس، هذا مونطرينا في السؤال اللي قبل. من بعد غادي نديرو هاد إيكغاك نديرو ليها ماكس، نديرو إيكغاك ماكس، وهادي غنديرو جوج ولكن اكس ماكس، يعني جوج اكس ماكس، وهاد سي في كنخليوها لأنه ثابتة، هاد ستة تا هي كنخليوها، وهاد اكس كنديرو اكس ماكس، وكنمشيو لهاد لوغراف. عندنا ايكغ، ايكغ ماكس، هاد ايكغ هذا غادي كيطلع 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 شوية، بقى ثابت يعني وصل لماكسيموم ديالو، مبقاش كيتغير، وهاد لا فالور ديالو هي واحد. هانتوما غديرو الاسقاط هنا نيشان، غادي تلقاو واحد، لأنه هنا 0.25، هنا 0.5، وهنا بالضبط غتعطيك 0.75، وهنا واحد، يعني لا فالور ديالو هي واحد، وبالتالي لقينا بلي جوج اكس ماكس على سي في ناقص 6 اكس ماكس كتساوي واحد. شنو كيعني هذا؟ كيعني انه سي في ناقص 6 اكس ماكس كتساوي جوج اكس ماكس، يعني من هنا هادي على هادي كتساوي واحد، يعني البسط كيساوي المقام. هادشي اللي درت. من بعد غادي نمشيو للطابلو دافونسمون. هاد جوج اكس ماكس شنو كتعني؟ كتعني لا كونتيتي دو ماتير ديال ال 3 بليس فورمي اليتا فينال. في نظركم هاد جوج اكس ماكس واش يمكن تساوي صفر؟ ما يمكنش. علاش؟ لانه هذا عندنا في لي برودوي، يعني كيتنتج، كيفاش شي حاجه كتنتج وغادي تلقى فيها صفر؟ اذا هادي امبوسيبل باش تساوي صفر. وهادي شنو هي؟ هادي سي في ناقص 6 اكس ماكس هي لا كونتيتي دو ماتير ديال اش 3 او بليس ريستونت، يعني اللي بقات، اللي بقات في الوسط عند نهايه التفاعل. اذا هاد لا كونتيتي دو ماتير ديال اش 3 او بليس اللي بقات كتساوي جوج اكس ماكس، وجوج اكس ماكس ما غاديش تساوي صفر، والا ما تقاضاش بمعنى انه ماشي هو لو رياكتيف ليميتون. شكون اللي غادي يكون هو لو رياكتيف ليميتون؟ هو الالومنيوم، لانه كاين غير هو والالومنيوم. صافي، هذا هو الجواب. اذا اليتا فينال الالومنيوم اي لو رياكتيف ليميتون. غادي نشوفوا لا كيسيون سويفونت. لا فالور دو لا كونسونطراسيون سي تا هي من لوغراف، ولكن هما غير كيقولوا من لوغراف، حنا كنستغلوا لوغراف باش نجبدوا شي حاجه، يعني ماشي نيشان من لوغراف. بالنسبه لا كونسونطراسيون سي عندنا جوج اكس ماكس على سي في ناقص 6 اكس ماكس كتساوي واحد، هادي بيناها، وبالتالي غادي نديرو جوج اكس ماكس هادي كتساوي هادي، لانه البسط على المقام كيساوي واحد، يعني هذا كيساوي هذا. هاد 6 اكس ماكس غادي ندير اللي صار، غتولي جوج اكس ماكس زائد 6 اكس ماكس هي 8 اكس ماكس، وهنا غتبقى السي في، غادي نجبد السي من هنا، غادي ندير هي 8 اكس ماكس على في، هنا غيخصنا اكس ماكس. اكس ماكس راه ديجا لقينا بلي الالومنيوم هو لو رياكتيف ليميتون، وبالتالي كنمشيو لي طافينال ديال الالومنيوم كنديرو هادشي كيساوي صفر، وكنجبدو اكس ماكس، يعني الا درتي هاد التعبير كيساوي صفر غادي تجبد اكس ماكس. اكس ماكس غيساوي 4 في 10 اس ناقص 2 على 2. صافي، الا بغيتي تحسبها مزيان، يعني الا درتي 4 في 10 اس ناقص 2 على 2 راه هي 2 في 10 اس ناقص 2، ولا شنو دير؟ خليها نيشان، دير 8 مضروبة قلنا 4 في 10 اس ناقص 2 على 2، ها هي 4 في 10 اس ناقص 2 على 2. ولو فوليم راه عندنا فيه 200 مليليتر، 200 مليليتر غنحولوه لليتر، غنضربو في 10 اس ناقص 3، وغادي تحسبها تلقى 0.8 مول باغ لتر. غادي نشوفو سي لو طون دو دومي رياكسيون، يعني غادي نجبدو تي ان دومي من لو غراف. عندنا ايكغ كتساوي جوج اكس ناقص
جوج اكس على سي في ناقص ستة اكس. وبالتالي الا بغينا ايغريك عند تي ان دومي غنديرو ايغريك واحد على جوج كتساوي جوج كنخليوها، وبالنسبة لإكس كنديرو إكس ماكس على جوج، لأنه عند تي أن دومي إكس كتولي إكس ماكس على جوج، وهادي تا هي هادي إكس، هادي غنديرو ليها إكس ماكس على جوج. صافي كنعوض، بالنسبة لإكس ماكس على جوج غدير إكس ماكس على جوج وضرب في جوج، هاد جوج بعدا راه غادي تختزل، وبالتالي غيبقى ليك غير إكس ماكس. إكس ماكس راه هي جوج في 10 أس ناقص جوج، صافي ها هي. وهنا السي راه لقينا فيها 0.8 في لو فوليم فيه 200 مليليتر، غضربو في 10 أس ناقص 3 باش تحولو لليتر، غدير ناقص 6، هاد 6 فوا إكس ماكس على جوج، إكس ماكس على جوج غدير هادي على جوج، غتعطيك هي 10 أس ناقص جوج. صافي غادي تحسب، غادي تلقى 0.2، وكتمشي تقلب هنا على 0.2، وكتعاود دير الإسقاط، باش دير الإسقاط تلقى تي أن دومي، تقريبا لقيت 1.4. تقدروا تعاودوا هذا الشيء لانه هاد الاسقاط تقدروا يبانوا لك انت اكثر مني ولا شي حاجه، المهم راه باينه القضيه، غتلقى 0.2 ودير الاسقاط باش تلقى تي ان دومي. نشوفوا لا كيسيون 4، غادي نبينوا هاد ليكسبريسيون، وبالتالي باش نبينوا ليكسبريسيون خصنا ضروري نبداو بهاد المعطيات. قلنا لا فيتاس فوليميك كتساوي 1 على في تي دو اكس على دي تي، وعندنا ايكغيك كيساوي 2 اكس على سي في ناقص 6 اكس. اذا باش تلقى ليكسبريسيون ديال في خصك ضروري تلقى ليكسبريسيون ديال اكس من هنا، غادي نقلبو على ديال اكس، يعني غدير هاد الطرف وهذا كيساوي جوج اكس، يعني جدا الوسطين يساوي جدا الطرفين، غدير ايكغيك فوا هادو كيساوي جوج اكس ها هي. ومن بعد غادي تنشر، غدير ايكغيك فوا سي في ناقص 6 اكس فوا ايكغيك، ها هي ناقص 6 اكس فوا ايكغيك كيساوي جوج اكس. من بعد شنو غدير، غادي تجبد اكس من هنا، غادي ترد هادي لهنا وتعمل باكس، المهم غادي تجبد اكس ها هي كتساوي ايكغيك سي في مقسوم على جوج زائد 6 ايكغيك، غادي تعمل بجوج في المقام. علاش؟ لانه كنحاول باش نبين 1 زائد 3 ايكغيك، يعني الا عملتي بجوج غادي تعطيك ايكغيك سي في مقسوم على جوج، اعمل لي 1 زائد 3 ايكغيك. صافي من بعد غادي دير واحد التعديل بسيط جدا، هادوك لي كونستانت غادي تعزلهم بوحدهم، عندك سي في كونستانت وجوج راه عدد، اذا غدير سي في على جوج بوحدها ودير مضروبه في شنو غيبقى لك هنا، ايكغيك فوا ايكغيك مقسومه على 1 زائد 3 ايكغيك، ها هي هاد ليكسبريسيون راه هي هادي. تقدر انت ما ديرش هادشي غير باش نسهل عليك في الديريفيو هذا، ودرت لك هاد الخطه. اذا شنو غنديرو دابا، غنديرو دي دو اكس على دي تي، غدير ديريفي لهاد لا فونكسيون، الا درتي ديريفي لهادي عندك لهاد لا كونستانت ما غتقيسهاش، غتخليها ها هي، وغادي دير مضروبه في الديريفي ديال هادي. غير هو المشكل اللي كاين يقدر ما تردوش ليه البال، هو ان الديريفي ديال هادي فيها ايغريك فاريابل، كاينه في البسط وكاينه في المقام، بحال غتولي عندك في الماط لا فونكسيون اف على جي، ولا بغيتي دير الديريفي ديال اف على جي كدير اف بريم فوا جي ناقص جي بريم فوا اف مقسومة على جي الكل سيتنان، زعما جي و سيتنان. اذا غادي نديرو هاد القضية بالنسبة لهاد لا فونكسيون، اذا غنديرو اف بريم، اف بريم هي ايكغيك بريم اللي عندنا هو اللي كاين في البسط، و بريم في الماط الفيزيك كنديرو دي دو ايكغيك على دي تي، قلنا غنديرو هادي بريم فوا هادي ها هي، كنديرو ناقص هادي اللي في المقام فوا هادي اللي كاين عندي في المقام، هو 1 زائد 3 ايكغيك، الا درتي ليها بريم هاد واحد كونستون، غتبقى لك غير ديريفي ديال 3 ايكغيك، 3 عدد يعني كنخليو 3 في الجنب ها هي، 3 خليناها في الجنب، ودرنا بريم ديال ايكغيك، بريم ديال ايكغيك هي دي دو ايكغيك على دي تي، ولكن هادشي كامل كنديرو ليه بريم وكنضربو في لا فونكسيون اللي كاينه في الوسط، البسط عندي فيه ايكغيك صافي. وفي المقام اش كنديرو، كنديرو هذيك لا فونكسيون اللي كاينه في المقام الكل سي 2 ها هي. من بعد غندير التعميل، هاد سي في على جوج كنخليها، وهادي غنعمل بدي دو ايكغيك على دي تي ها هي، دي دو ايكغيك على دي تي، هنا غتبقى لك 1 زائد 3 ايكغيك ها هي، وهنا ناقص 3 ايكغيك ها هي، عندك 3 ايكغيك مع ناقص 3 ايكغيك غتمشي، شنو غادي يبقى، غادي يبقى غير واحد، يعني واحد في دي دو ايكغيك على دي تي، هاد دي دو ايكغيك على دي تي غتجيبها لهنا، وبلاصتها غيبقى واحد، وهنا السي في على جوج،
صافي هادشي اللي كاين. دابا غنمشيو لا فيتاس ونعوضو، عندنا في كتساوي واحد على في فوا دي دو اكس على دي تي، غادي تعوض هاد دي دو اكس على دي تي بهادشي كامل، او درتو بالحمر، وغادي تختزل بلو فوليم، وغادي تاخد هاد السي، غادي تجيبها السيف واحدة هي السي ها هي، وهاد جوج ها هي، وهادشي هدا هو، ودي دو يكراك على دي تي ها هي. دونك هدا هو ليكسبريسيون اللي طالبينو، نتمنى تستافدو وما تبخلوش علينا بلي لايك. السلام عليكم.